عنده أكيد. عنده يعني كواليتي لعيبه كتير جدا، فهيتعب هيتعب المنافسين جدا. سواء في الملعب أو على اه الدكة. طبعا، انت لو بصت على الدكه انت عندك بره برضو مين ده، انت عندك مروان ما لعبش، وعندك عمرو السوليه. عمرو مصاب. انا بتكلم يعني اللي موجودين في نص الملعب، غير طبعا الديفنس، وأكرم نص رجع. الديفنس بالظبط، واكرم. فانت وأكرم عندك، لا رجع. عندك لعيبه كتير جدا. وعبد القادر وحسين الشحات صعب وكهرباء كل دول، ما فلا بصراحه. وطاهر حتى نهضة إن النهارده كولر عمل 5 تغييرات مرة واحدة مره في واحده الدقيقة 81، ما بالظبط. عملش تغييرات خالص طول الماتش، اي إن المباراة كانت ماشية معاه بالظبط. كويس. وبرضه خلي بالك بيحاول يعمل روتيشن، إن الأهلي داخل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هيلعب ماتشين في دوري أبطال أفريقيا ولسه في ماتشات في بالظبط، الدوري، يعني هيبقى عنده ده اللي عدد كبير، منجح فبيحاول يعمل روتيشن ده اللي في ال منجح الاهلي الفتره اللي فاتت يا طبعا كابتن كريم، اللي هو كابتن طبعا محمود الفتره اللي فاتت عنده عنده دكة لعيبه كتيره، كويسة فانت بصراحة. اللي اصلا بيبقى لسه جايب جونين بتلاقيه قاعد احتياطي والتاني بيلعب، فدوت صح. عامل حاله حلوه يعني، اللعيبه كلها جاهزه، في اي وقت لعيب اتصاب بتلاقي صح، التاني. انا معاك. فدي بصراحه يعني دي الكولر عامل حاجه، حاله مختلفه في النادي طيب الاهلي. شكري السنة دي في مركز المهاجم الأهلي هيعتمد على مين؟ يعني أنتوني مودست هو راح الراجل اللي لعبه على طول، هل هيبقى كهربا وصلاح محسن يعني ليهم أدوار مع مودست، ولا مودست هيبقى هو المهاجم الأوحد للنادي الأهلي؟ بص، هو انت جايب محترف يا كابتن كريم، انا صراحه يعني زي ما انت جايب علي معلول وديانج، لا انت جايب ناس عايزه تلعب يا اما خلاص ما كنتش جبت، فالطبيعي ان هو هيبقى هو الرقم واحد عند كولر. بس الا بقى لو هو مش موفق، اكيد هيلعب كهربا، هيلعب صلاح. لكن كده كده صلاح وكهربا الموسم اللي فات برضه عامل حاجه محترمه، فاكيد هيبقى ليه دور بس كبير. مواصفات بودست اللي هو المهاجم رقم 9 صريح، غير مهاجم ما كانش صريح، موجود ما عند هي النادي ما الاهلي كانش السنه اللي موجود فاتت. بالظبط، فهتفرق. لا هيبقى يعني هو انت رقم شايف ان واحد مودست هيبقى رقم واحد في خط هجوم الاهلي؟ طبعا، الا لو طب في ده ستار معناه فيه. انه ممكن يحرك كهرباء يا كابتن محمود؟ يعني ممكن يلعب كهرباء جناح، هو يقدر كهربا عنده مرونه في ولا هو الحته دي توظيفه شويه، كمهاجم بس مهاجم؟ خلينا متفقين ان كهربا خطر جدا لما بيلعب فروت، حتى لو بتلعبه لوحده تحركه. بيوصل مرتين ثلاثه حتى في الماتشات الصعبه، فهو خطر برضه وبيعرف يجيب جول، فالموضوع هيبقى صعب. بس هو انا مع شكري، هو لازم هيلعب في الاول، مودست لازم لازم. هيلعب. مشي كويس بقى والدنيا مشيت، هيبقى كهربا وصلاح بديل محسن اكيد، هياخد فرصه لان الراجل اللي مرجعه وهو عمل موسم كويس برضه السنه اللي فاتت. السيراميكا اه طبعا كان من طبعا المواسم المميزه جدا طبعا. في سنة. طيب